باحث احصائي في الارقام المقياسيه لاسعار المستهلكين بالجهاز المركزي للتعبئه العامه والامس. التضخم هو عباره عن عمليه حسابيه ناتجه عن تراكم مقياس لاسعار المستهلكين، وتعريف الرقم مقياس لاسعار المستهلكين هو رقم احصائي نسبي بيقيس متوسط التغير في اسعار سله من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين. من الرقم مقياس لاسعار المستهلكين بيتم حساب معدلين للتضخم، اولهم معدل التضخم الشهري، وفيه بيتم مقارنه الرقم المقياس لشهر حالي بالرقم المقياس لشهر سابق له، والمعدل الثاني معدل التضخم السنوي بيتم فيه مقارنه الرقم المقياس لشهر حالي بنفس الشهر من العام المقابل له.